السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن فوز المنتخب الوطني الجزائري. الف 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 مبروك، وان شاء الله عبال البطولات القادمه يا رب العالمين. يوم اتمنى مزيد من التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وكمان منتخب مصر، ودايما ان شاء الله نشوفهم يا رب من تقدم لتقدم، اللهم امين. حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.